كبير في تسهيل أعمال اللجنة وتنويرها في المعلومة. إليكم نص التقرير الميزانية والشؤون المالية والبرمجة. طبعا انعقد يوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2015 ويوم الجمعة 30 اكتوبر من نفس السنة اجتماع اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة على الساعة الثالثة بعد الزوال تحت رئاسة رئيس اللجنة الأستاذ الشرافي وبحضور السادة الأعضاء. هذه هي أسماءهم. إلى السيدة إكرام زكالي نائبة رئيس اللجنة، رفيق بالقوشير، رقراق رشيد، محمد الرفاعي، سيد مشيبة، حسن الشاوي، محمد المدير، أمين حراق، هلال محمد، سيد ماشي شقاطري، نائب أول الرئيس، سيد مومس فايد، نائب الرئيس. كما حضر الاجتماع من السادة ورؤساء المصالح الداخلية والوظيفة الاستشارية، سيد مصطفى مسالم كاتب عام الجماعة، محمد أسفاري رئيس الإدارة الجبلية، رئيس رشيد الرقداد رئيس مصلحة الشؤون المجلس، نور الدين حوي رئيس قسم المحاسبة. إدريس الشرادي رئيس قسم الموارد البشرية، محمد عويد رئيس قسم التنمية، محمد سكاري رئيس قسم الأشغال، عبد السلام الصروف رئيس فضاء المواطنة. وقد حضر هذا الاجتماع لممثلي المصالح الخارجية السادة أحمد العمري قابض مدينة العرائش، بشرى طويل بجوية العرائش. في إطار هذه الأشغال افتتح رئيس اللجنة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالجميع متمنيا له النجاح في المهمة التي اتخذ من أجلها، ثم انتقل إلى بسط دور المهم لعمل اللجنة باعتباره إحدى اللجان الدائمة للمجلس التي أوكل لها المشرع دورا مهما وكبيرا بمقتضى القانون التنظيمي في تنشيط عمل المجلس وتسهيل أمورياته.